ألوانها بتأني. سيبك من الأسود والبني، خليك في الألوان الفاتحة، تلقى حياتك تضحك ليك. تك تك إهدى في ناس عايشين عالفل والطعمية سنين، ناس تعبانة وطفحة الفوتة لكن بعشتهم راضيين. دنيا فلوس في فلوس في فلوس، قالوا إن المنحوس منحوس، يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على راسه فانوس. هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوا نللي أشكال على ألوان. مثلا أنا الناس بتشوفني في الدنيا بيحصل قلبان، وهي الدنيا ناس غير إيه، ميك اب روش فستان سنين، فيلا كبيرة وعربيات، وعندك اللي بتحلم بيه. أنا بقى شبهي في خلق كتير وحياتهم كلها مشاوير، هحكي عن الناس الغلبانة مش عن وش ولا عن شوية، أصلها مش ناقصاكي كمان. يوم ورا يوم ولحد ما يكمل 30 يوم، وما بين عيشة قصر وبدروم، هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدودة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشريها. ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. وسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. انا مش بتكلم على جده ده، انا بتكلم على جدنا احنا. 22/10/1932. معلش 2 قبل التلاتة ولا التلاتة قبل 2؟ معروفة ان التلاتة اكبر بالاتنين. انتوا في العربي بتقولوا 32، فبالعقل كده الاتنين الاول، في الانجليش it's 32، فخلاص انا هتصرف. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جدو كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقه القديمه، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح، هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف؟ هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنكم ممكن بعد اذنكم تفضل.
مجاني. ايوه، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقفل المرسم ونروح، ما احنا لقينا مجله ثانيه. يا نيلي، ما ممكن تكون المجله دي لغز جديد يودينا الفلوس. لغز جديد ازاي يعني بقى؟ مش فاهمه. زي الافلام الاجنبي بالظبط. عارف البطل الاجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان؟ ما تقولش كنز. الفلوس، الذهب، whatever whatever. يعني البطل بتاعنا ماشي، لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل. احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، لحد ما نعرف طريق الفلوس. اه، زي فيلم الكنز القومي. ايه ده؟ الكنز القومي، ناشونال تريشر. انت بتقول ايه؟ بتاع نيكولاس كينز. لا، نيكولاس كيدز. لا 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 لا، انا مش قادر استحمل الناس دي في حياتي. مش قادر تستحملي ليه يا حبيبتي؟ العيال دي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح. بص، احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله، هنعرف طريق الفلوس. طب وعلى ايه؟ ما نحل الكلمات المتقاطعه، يمكن جده سايب لنا فيها رساله زي اللغز اللي فات. صح والله، انت عايشه في افلام قوي. طب هاتي هاتي المجله والقلم. هاتي. ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ وشتي لسه عماله تقولي افلام. هاتي يلا. احنا شركه زي بعض، انا ممكن احل قطعه وانت تحلي قطعه. بقول لك ايه يا بنت، انت انا مش ناقصه تفاهه وهيافه. هاتي المجله بدل ما اخليك انت قطعه. لا انت هبله بقى، انت بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكت لك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكت لك على طول. ولو ما سكتيش هتعملي لي ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المجله بدل ما اديك على وشك. لا لا لا، انت كمان هتزعلي. ايه ده؟ انت كمان هتزعلي. ايه ده؟ انت كمان هتزعلي. مش مساء الخير. انتوا مين بقى يا مؤاخذه؟ الله، بندق. ازيك يا بندق؟ انت فين يا مؤاخذه؟ بالك بدر. اهلا اهلا العم دهب. اهلا اهلا العم دهب حبيبي. ازيك يا بندق؟ وحشني. انت عامل ايه؟ الحمد لله، سنين ما شفتكش من يوم من كا الله يرحمه مؤاخذه ما مات. اه، عارف الظروف بقى والدنيا وكده. هو حضرتك كنت تعرف جدو؟ عز المعرفه، ده كان حبيبي. اكيد انتوا بقى احفاد مكاوي صح؟ واضح ان حضرتك ذكي ولماح. يبقى انت بقى اكيد شريهان بنت عبد الحليم. واضح ان حضرتك ما عندكش تمييز خالص. انا نيلي، واللي لابسه بطاطس هناك دي هي شريهان. بطاطس في عينك. انا شريهان يا بيه. شريهان ونيلي، ابقى انا بقى عم فؤاد. حلو. جدكم ده اصلا الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح. انا اعرفه من ايام ثوره 52. حضرت معاه تأميم الكنال، حضرت معاه والعدوان الثلاثي، وحضرت معاه افتتاح ويمبي. لا حلو. يلا يا بنات، عشان احنا ها ما انت عارفين كل حاجه. طب ليه مش هنحل كلمات المتقاطعه؟ طيب متقاطعه ايش؟ مش وقت متقاطعه دلوقتي. يلا يا بنات، احنا كده هنتاخر. هنتاخر على ايه؟ هو احنا في حاجه في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز؟ لغز؟ لغز ايه يا مغز؟ اللغز، اللغز. الحياه كلها الغاز والذهب. وانت عارف البنت دي اصلها شقيه حبتين، بتحب انها تحل الالغاز بتاعت جدها. ما شاء الله. يا ولد، لو عشان احنا العربيه مستنيانا تحت. ها، نخلص خلص. يلا يلا يلا. طيب يا بنات، ابو خلينا نشوفكم بقى. انا مكتبه مؤاخذه هنا في فوق المرسم على طول. لو عشتوا حاجه تعالوا لي. ها. طب الخزنه السريه احنا سايبينها مفتوحه. امشي. سلام يا بود. مع السلامه يا عمده. خلينا نشوف. هتوحشني. معاك المفتاح، اقفل انت بقى. وسلام عليكم. الف سلام. الله يسلمك. بس تصدق عم دهب ده شكله راجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال. لا، وده مخيف جدا، موتني من الضحك لما قال ويمبي دي، ما قدرتش. اه، بس انا ويمبي دي ما ضحكتنيش. بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي يتنرفزوا بسرعه ويهدوا بسرعه دول. ايوه، وتحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه. اه، واللي في قلبه على لسانه. صح. معلش، انتوا بتتكلموا عن عم دهب ده؟ اه. كل ده لحقتوا تعرفوه في الدقيقه اللي وقفناها مع الراجل؟ عادي يعني، اصل انا ليا نظره في البني ادم. نظره ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟
عمك دهب، عمك دهب الراجل طيب، راجل مش عمك دهب ده لو انت سلمت عليه تعدي صوابعك وراها. ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح، سرق فلوسه كلها. حب جدك بقى يديله مغرز، قام قال له هات حبه فلوس كده اهو اشغلهم معايا كده في مشروع. قام قال له خد. خد جدك الفلوس وكل ما ده بيجي يقول له ما نقعد نتحاسب، يقول له ها الشهر اللي جاي الشهر اللي بعديه، لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها. لا انا دلوقتي مش فاهمه، يعني جده اخد من الراجل ده فلوس؟ ايوه. يعني جده كان حرامي؟ لا يا بنتي، جدك كان شريف، الحرامي صحيح هو دهب، خد منه فلوسه. جدك الحبه اللي خدهم بس جزء من اللي سرقهم هو عم دهب. انا حبيت اقول لكم بس ان دهب ده خبيث ومكار. خبيث ومكار على نفسه، احنا مالنا واحنا هنشوفه تاني؟ بفطمكم عشان لما تصطوا فيه تعرفوه على حقيقته. انا هضطر استاذن بقى، اذا عوزتوا مني اي حاجه اتصلوا بيا وانا اجي دغري على طول. تستاذن ايه؟ انا شاكك اصلا ان انت تعرف تروح بيتكم اصلا. لا 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 لا، انا بركب اي حاجه اوصل البيت. بتركب اي حاجه؟ ده ساكن فين ده؟ ادخل. ضحي وصل يا ريس. خليه يدخل. مساك فل يا مالك. مساك فل يا ضحي. مؤاخذة. في حاجة تاني؟ لا بس أنا اليومين دول ماشي خفيف خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان يكون في حاجة ولا تقعد عليها. لا لا مفيش حاجة بالطبع. خير يا مالك؟ أنا عايزك يا ضاحي. شقاوة؟ أنت تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو أعرف حاجة غير الشقاوة ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عيني. الوقت نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهاردة مع بنداري. والله العظيم. اه نيلي وشريهان. ايوه. وهيعملوا الفوازير السنه دي ولا ايه اللي صار؟ فوازير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. مكاوي مين؟ ما انت لو تخلص وتسمع الكلام هتفهم الحكايه. اوامرك يا مالك. مكاوي ده كان صاحبي وشريكي وفي الاخر غدر بيا وسرقني. هو في حد يقدر يسرقك يا مالك؟ مش ده موضوعنا. امال موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان مكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي. وطبعا فلوسي في وصليهم. ولما مات الفلوس اختفت، محدش عارف راحت فين. وكل واحد له قرشين بدا يدور بطريقته، وظهور نيلي وشريهان احفاده دول معناها انهم لقوا سكه على الفلوس دي. فهمتك، يعني انت عايزني اخلص على نيلي وشريهان قبل ما يوصلهم للفلوس. الله يخرب بيت غباوتك، ولما تخلص عليهم انا هستفيد ايه؟ صحيح، انا عايزك تحط عينك عليهم، تراقبهم ال 24 ساعه، تعرف هم ساكنين فين، بيروحوا فين، وبيجوا منين، وبياكلوا ايه ويشربوا ايه، وكل معلومة تعرفها تيجي تبلغها لي. خلاص استبينا، بس الأول هتفق على عرقي. سامعك، قول. عملية زي دي ما خدش فيها أقل من 100,000 قايف. لم لعب الأطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا. خلاص 80,000 قايف. والله ما لقيت أهيف منك. آخر كلام 50,000 قايف. 50 ليه؟ وأنا مأجر جيمس بوند. لا، مأجر ضاحي، وسعادتك عارف مين هو ضاحي. ما أنا عشان عارف مين هو ضاحي مفيش اكتر من 5000 جنيه، قلت ايه؟ وانا مش هخسر ال 5000 جنيه دول معاك يا مالك، ده انا خطفت لك ابن شريكك ب 4000 جنيه، وسرقت لك ورق الارض بتاع الصحراوي ب 3000 جنيه، وشلت لك عربيه البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الاخر كوزين دوره. هما خمسه، قلت ايه؟ خمسه خمسه، مش هكسر كلمتك يا مالك، بس اللي انت قالت عليك تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك. استبينا. استعجز انا بقى. ايه راح فين؟ هروح اراقب نيلي وشريهان. طب مؤاخذة يعني، تعرف شكلهم؟ لا. تعرف هم ساكنين فين؟ لا. تعرف هتوصل لهم ازاي؟ لا. لا اتدقك يا اخي كله لا لا، امال رايح تعمل ايه؟ صحيح، فاتتني دي. وعشان فاتتك دي هم ثلاث بواقي مفيش غيرهم. بس خلاص هنا. يلا انزلوا انتوا بقى عشان كنت عايزه اتكلم مع سيف في حاجه. ماشي. يلا سوش. يلا.
خلاص يا صاحبي على اتفاقنا، تسيب لي مفتاح العربيه وتيجي تاخدها بعد يومين ان شاء الله. انا ما اديش عربيه لحد. انا اصلا ايه ده؟ ايه يا عم، احنا مش صحاب ولا ايه؟ هو صاحب لي عند صاحبه ايه يا عم؟ صاحبك ايه؟ ما اعرفش عنده ايه، انا اول مره اشوفك النهارده. هو انت ما بتؤمنش بالصحابيه من اول نظره؟ انت عايز مني ايه؟ انا عايزك في الخير كمان. ده انت ليه الادب قوي على فكره؟ خدت بالك بقى بيقول ايه؟ خلاص خلاص يا هاني، احنا مش شاكرين قوي والله يا اخ سيف على التوصيله الجميله دي. يعني احنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات ايه. ده الاخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحه يا رب ويعلي مراتبك قادر يا كريم يا رب. مراتبك ايه؟ مراتبك ايه؟ بقولك مراتبك يعني ان شاء الله يعني يقبل لك العربيه دي. جيب العربيه. انا متشكر قوي. شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلت لكم عايزه اتكلم معاه في حاجه وهاجي لكم. طب ما تتاخريش. اوكي يلا شوشو. نيلي كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعه. ايه ده، فنطلع في حته ضلمه؟ اطلع بسرعه هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعه. يلا حاضر. نيلي هو انت جعانه قوي كده؟ معلش سوري، انت مش فاهم، انا ما باكلش عندهم خالص، بياكلوا حاجات غريبه. عارف النهارده كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس في الملوخيه. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. والله العظيم اي سوير، بطاطس مقطعينها كيوبس كده وحطيناها في المايه الاخضر بتاعت الملوخيه. لا، ما هي دي مش بطاطس والمايه الاخضر دي مش ملوخيه، ده دقوا القاس في السلق اللي هي المايه الاخضر. ايه السلق ده؟ السلق ده نبات الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغايه ما يبقى لزج. اول ما يبقى لزج قوي. طب خلاص خلاص ما تقوليش، عشان لو في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله. حل حل. ام سوري. حاضر. مرادف افكار مختلطه راسي. سيف انت كويس؟ كويس ايه؟ معايا بنادول لو عايز. ليه بنادول ليه؟ مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطه في راسك؟ لا مش رأسي اللي هي رأسي ولا رأسي عشان عارف دماغك بتروح فين. رأسي يعني بالطول، الكلمة بالطول رأسي. أفقي بالعرض، يبقى كلمة بالعرض. vertical و horizontal يعني. فهمت. أوكي. أفكار مختلطة. أفكار مختلطة. أيوة. فين السؤال؟ ما فيش سؤال. أنا أجاوب. أنا هجاوب. أوكي. خواطر. أفكار مختلطة خواطر. خواطر بالظبط. جمع دب. دباديب. ايوه في اللغه العربيه اسمها دببه. دباديب دي في حفله لتامر، وتامر عاشور مش حسني. اوكي ظريف. عكس يشتري. ما يشتريش. يا سلام. ايوه طبعا. عكس يشتري يبيع. وما يشتريش. اوكي وما يشتريش، بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا فيبيع. ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع. قولي الكلام بقى ده لجده مش ليا. اوكي بس ما تقوحش معايا. ابن الابن. ايوه انا عارفه دي. اعز الابن. اعز الابن ايه؟ اعز الابن ابن الابن. اسمها اعز الولد ولد الولد. Whatever. لا دي ما فيهاش whatever، دي معروفه، دي اقوال متوارثه. بعدين بصي ما تتكلميش. مش انت اللي بتسأل؟ انا ما بسألش، انا بفكر بصوت عالي. طيب خلاص حل بقى. يبقى قلنا ابن الابن، كيل حفيد، لاعب ارجنتيني مشهور. ميسي. ميسي ازاي؟ العدد ده مكتوب سنة 85، يعني ميسي ما كانش موجود في الدنيا اصلا، ما كانش اتولد. صح. اوكي أنا مش هتكلم خالص بقى بجد. يا ريت. حرف جر في حكاية قصة سارق السفن قرصان. قرصان يبقى في قصة حفيد القرصان. الحل في قصة حفيد القرصان. لا طبعا أكيد مش هنسافر. الحل عند جوني ديب. جوني ديب إيه؟ ايه علاقة جدك بجوني ديب؟ هو كان شافه. مش انت بتقول قرصان؟ جوني ديب كان طالع قرصان في الفيلم؟ ايوه ايه العلاقة؟ هو مفيش قرصان غير جوني ديب. هو ده القرصان اللي انا اعرفه في حياتي بقى. طب هنلاقي فين حفيد القرصان ده؟ احنا ممكن لو دورنا هنا في المجلة. حفيد القرصان، حفيد القرصان، حفيد اهو. حفيد القرصان
يس. برافو 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 عليا بجد ام جينيوس، وما احتجتش للفلوطه اللي اسمها الشريهان دي. على فكره انا اللي حليتها. ايوه ساعدتني يعني. اوكي استنى بقى عشان اقرا. انهم ليسوا معنا. انهم ليسوا معنا، انهم عاملين شعرهم ليسوا معنا. سيف اتفضل اقراها كده. انهم ليسوا معنا. يعني ايه ليسوا بقى؟ طب مش هقول لك ليسوا يعني ايه غير ما تقولي يعني ايه ليسوا. ليسوا جروب اوف بيبل اسمهم ليسوا، ناس اسمها ليسوا. هو انت بتبرري اي حاجه؟ قصه خياليه، ناس كاتبه حاجات. بصي انا هقرا القصه، انا لما اقراها وهفهمك. اوكي اوكي. يا ما هذا المكان القديم، اريد ان ارجع الى بيتي حقا. حسنا. بص يا ستي. كان يا مكان كان في ولد يبقى حفيد قرصان. القرصان ده كان عنده كنز، كنز كبير. فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه. سيف الجاكيت ده كنزه. واو اوله الجاكيت اللي انت لابساه كنزه. ايه العلاقه بالجاكيت اللي انت لابساه كنزه باللي انا بقوله دوت؟ سيف ما تزعقش، احنا ان بابليك. انت اللي بتنرفزيني. ما تنرفزنيش. انا قلت لك اول حاجه جت في دماغي. ما تقوليش يعني حاجه تيجي في دماغك دلوقتي، خلينا نخلص. واضح ان انا مش هعرف احل اللغز. نكلم حد بقى يساعدنا. نكلم عم بندق. كان البندق نفع نفسه، ده راجل متخلف. نيلي مفيش حد تاني في عليكو ينفع نسأله؟ مفيش غير بابي، بس بكلمه طول اليوم في السجن موبايله مقفول. طيب انا عندي فكرة، مش انتوا عندكوا شركة شحن؟ اه. في مركب عندكوا اسمها البطة الشقية؟ سيف ايه؟ احنا شركة شحن كبيرة قوي ومحترمة، اكيد مش هيبقى عندنا مركب اسمها البطة الشقية. احنا عندنا ثلاث مراكب، الدلوعة، فلافيلو، واللي غير الدي كان اسمها الذبابة الملعونة. الدلوعة وفلافيلو دول مش اللي هما بيبقوا في المظلات اللفة باتنين جنيه اللي هي جنب الاتوبيس النهري دي، تلاقي واحدة متسولة قاعدة في المركب وشاكية. حكاية صح؟ سيف بص عشان ما نتخانقش، انا زهقت خلاص وعايزة امشي. انا كمان تعبت بصراحه. طب خلاص تعالي نمشي دلوقتي، والصبح نيجي فريش نكمل، عشان انا كمان دماغي وجعتني. صح عندك حق. بس انا مش عايزه اروح البيت عند صباح وشريهان واقعد في بيتهم. انت مش فاهم بيتهم عامل ازاي. طب ابات فين؟ تعالي باتي عندي. نعم. اعتبريني ما قلتش حاجه، انا اسف. بس انا نو واي اروح بيت عندهم. انا هكلم اصحابي كلهم حد دلوقتي اتذلل لهم عشان اروح بيت عندهم. بس انا مش عارفه ليه حاسه ان الناس دي عندهم حاجه مهمه. انا مش عارفه هي سايبانا الست دي نعمل بيها ايه بقى، ودي بتاكل زينا ولا بتتسقي زي الزرع؟ انا مش فاهمه. اقطع دراعي ان ما كانتش البت دي خدت المجله وخلعت بيها وراحت تدور على الفلوس وهتحلق لكم كلكم. تحلق لنا ازاي بس؟ لا طبعا، تلاقيها راحت تجيب حاجه وجايه، اكيد يعني مش هتهرب وبتسيب الست دي هنا. تجيب ايه؟ انت اصلك هبله يا بنتي. زمانها دلوقتي عرفت مكان الفلوس وقاعده بتعد فيها هي والمحروس اللي معاها بتاع الكيه ده. هاي شريهان حبيبتي، عامله ايه؟ وحشتيني قوي. بصي انا جبت لك معايا ايه. الله الشبح الكبير، شفت بقى ظلمتها، كانت بتجيب لي الشبح. سبحان الله، لسه بقول لهم اكيد استاذه نيلي اتاخرت عشان بتجيب الشبح. ياض انت مش لسه قايل يمكن تبقى خلعت بالمجال؟ ايه يا بنتي اللي ايه ده ايه ده؟ طب تصدقي انت يا ست كل ان انا اقول حاجه زي كده؟ اصدق عادي جدا. ايه ده؟ ما كانش العشم خالص. طب تعالي شوفي ستك اللي ما كلتش حاجه من الصبح دي. عملت لها سندوتش ما كلتش، عملت لها شوربه ما شربتش، حطيت لها فول ما فولتش، جبت لها دورة ولب خشابي ما أزأزتش. وقعدناها على المقاشة ما طارتش. ممكن تكون كانت مش جعانة، بس هي بتاكل أي حاجة عادي. طيب أقوم أحضر العشاء زمانها جاعت. اعملي لي سوشي. إيه؟ عارفاه، مش ده العدسة أبو جبة؟ إيه؟ ده أنا فيه كده. وأنا خالتي، اعملي لي بقى بفتيك وشعريه بالسكر. وأنت إيه؟ حد قال لك ان انا يا روح امك فتحها سبيل؟ ما تقوم يا واد تهز كتفك وتغور من هنا.
الوقت اتأخر، مش شايفنا نسوان لوحدينا؟ ده احنا نخاف على سمعتنا. هاو حلوة حلوة سمعتنا دي. انت هتتريق؟ طب قوم. في ايه؟ قوم يا رحمة. طب هاكل لهم يا ولد. قوم ياد وريني عرض كتافك يلا. طب سندوتش في السريع. سندوتش في عينك، حد قالك ان انا بربي عجول؟ طب انا ما خدتش السمعدان. انت غور من هنا كتكداية. شوشو هرنلك تكلميني. انت جايبهولنا من ايديا دايما كده على بطنه على بطنه، كتكنيله في تنقيتك. خلاص يلا يا ابلامين، يلا يا حلوه تعالي ورايا عشان تقولي لي اللي انت طالباه ده العدسه ابو جبه بيتعمل ازاي. تعالي الشبح، خدي عينك فيه. هاتي المجله بقى عشان احل الكلمات المتقاطعه. على فكره انا اوريدي حليت الكلمات المتقاطعه. حليتي الكلمات المتقاطعة؟ يعني انتي ما روحتيش تجيبي حاجة بقى زي ما قلت؟ لا والله، بس انا كنت قاعدة في العربية زهقانة يعني، وانتي عارفة سيف بيفضل ساكت فقلت اتسلى. طب هاتي المجلة. انا طلعت المسج اللي في الكلمات المتقاطعة ولقيت ان الحل في ستوري في المجلة اسمها حفيد الكرسان، وقعدت انا وسيف for like an hour بنحاول نفهم اي حاجة ما فهمناش. قعدتوا فين بقى؟ قعدنا في العربية، كان في إشارة زحمة قوي فكنا بنتسلى في إيه شريهان. ماشي ماشي. أنا تقريبا فهمت. فعلا بالسرعة دي؟ طب صدقي بقى مش هقولك أنا فهمت إيه. لا بليز قوليلي. لا بقولك بليز، هقولك إيه تاني؟ قوليلي لو سمحت. لو سمحت. ماشي. فلايت كان اداني فلاشية. فلايت؟ ما هو مستر منير اسمه مستر فلايت عشان هو لمؤاخذة. اوكي فهمت. المهم الفلاشاية دي كان فيها الصور بتاعت المخزن بتاع مينا بورسعيد، العمال بقى كانوا بيجردوا المخزن فصوروه عشان يحطوا الصور دي في الملف بتاع المخزن. كان في بقى تقريبا حاويات، هي نفس الحاويات اللي هنا دي وعليها شعار الشركة. تقريبا ولا اكيد؟ اكيد تقريبا. انت متخلفه بقى. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما انا معايا الفلاشايه في السلسله. الفلاشايه والسلسله في نفس الجمله؟ حرام عليكي يا شريهان. انا هقوم اجيب الفلاشايه. انا كمان هقوم اجيب اللابتوب. يلا